يا حلوين، بلش نهارنا بقهوة. اليوم سوالي أليكس قهوة ماشين. أنا ما بشرب قهوة ماشين، بس اشترى لي ديكاف، فحنجربها أنا وياكم اليوم لأول مرة. فرح أحط 2 سكوب من الكولاجين، 20 جرام. عم يذوب بسرعة، يمكن كمية القهوة قليلة. اليوم ما طالع على بالي قهوة، مشان هيك حطيت نص الفنجان. اوكي بيرفكت. شوفوا شوفوا، طالعة الشمس، نطلع نشرب قهوتنا برا. اوكي في شوية هواء، بس هدول لسه مفوتهم لجوا، طلعتهم لأسقيهم ونسيتهم. رح نقعد بالشمس. Good morning. Morning. Okay, جوزي محضر لي كرسي بالشمس. بترتاح نفسيته لما بتطلع الشمس، تلاقيهم مبسوطين الحيوانات والإنسان. ما في أحلى من الشمس. You say take me on a treasure hunt. When they sing and dance, oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see beauty lives in me. I know I don't yet know it, so I trust you. أنا وأليكس نمشي الكوبر. جو كتير حلو اليوم، كتير إن شاء الله يضلوا هيك. انت شو عامل؟ شو عامل؟ جايبة بوكس معي عشان اطيب بلاك بيري. اوكي حلوين، هدول اللي قطفناهم. مشينا وقطفنا، كوبر عمل اكسرسايز، وهلا رجع البيت. اليوم عنا عزومة بالبيت، جاي لعند رفيقه وليلي جاي رفيقتها، فيمكن نعمل باربيكيو بما انه الجو حلو. انا وقت العزايم مش معذب حالي كتير، بنعمل باربيكيو. ف
عندي كباب بالفريزر، ما بعرف كمان شو بدنا نحضر. فيلا نروح، بدنا نمرق على السوبر ماركت قبل ما نرجع على البيت نجيب كم شغلة، وبعدين على الساعة 4-5 يمكن يجوا هن. جو بجنن، ما خرج ابدا عزايم، خرج لوحدي قديب بالغابة اليوم. كوفر لازم يعمل لنا مشاكل، بنط بنط على العالم. في ناس اوكي وفي ناس بتخاف. هلا هو كتير فريندلي، ما بيأذي، بس بنط بخوف اللي مش متعود عليه، يعني بنط بيفتكره رح يعمل له شيء، بس هو كتير فريندلي. فنط على اثنين كبار بالعمر هلا، بس مش الحركة انه لطف. اوكي حلوين، هلا الساعة 3:15 وانا هلا صح اللي وقت لاكل، وصراحة جعت. كان عندي جلستين خلصتهم، وهلا بدي اعمل الفطور، او مش الفطور بس اول وجبة. فقررت اني احط لبن، فحط 3 ملاعق من اللبن اليوناني كامل الدسم في هيدي. اوكي خربت الدنيا، هذا اللي بده يسوي يحمل الكاميرا بايده. ملعقة صغيرة من الشيا سيدز، شوفوا نصها وقع على الطاولة، فراح احط نص تاني. اوكي رشي من جوز الهند، لا راح احط بامكن سيدز كمان رشة صغيرة. شوفوا المس اللي مسويته حوالين الهاي. هلا سان فلاور سيدز كمان رشه، دي هدول الجوز. رح احط كم وحده من البلاك بيري اللي قطفتهم الصبح. في ناس تحب تحط محلي، واللي مش على الكيتو عسل، بس انا ما بحب، لانه بحس اللبن اليوناني هيك في طعمة حلاوة طبيعية، فما في داعي الواحد يزيد له شيء. انا عم ساوي الجلسة الاخيرة، حسيت السكر عندي نزل. وهذه مش بالضرورة تكون علامة سيئة بهاي المرحلة من الرجوع على الكيتو او الكيتو سايكلينج، مشان ما حدا يفهم غلط. بس هذه علامة انه جسمي بلش شوي يتأقلم ومستويات السكر نزلت. فلازم انتبه واكل وجباتي بوقتها، ما اجلها مشان ما اتعب. اليوم اخذت فيتامين بي 12 الصبح على ريق، واخذت من شوي دي فيتامين دي 3 مع كي 2. كتير منكم بحبوا يعرفوا شو المكملات اللي عم باخذها. هلا انا هيدي المكملات تحديدا اللي عم باخذها مشان الكلى، وكمان بتعطي طاقه وإلها فوائد كتير لإلي انا حاليا. طبعا من شخص للتاني الفيتامينات او المكملات اللي لازم ياخذها الواحد بدها تناسب هو شو جسمه محتاج. وانا على طول بقول اللي بده ياخذ فيتامينات المفروض يعمل فحص قبل ما ياخذها بشكل عشوائي. اوكي خلصت التبولة، بس ناقصني نعنع، فنطلع على الجنينة نجيب نعنع. شوف
والبيبونج قطفتهم ونشفتهم، وكأنها تحسنت بس لقطفتهم، نرجع نقطفهم وننشفهم لأنه طبعا هيدا أورجانيك وأنا زارعته من السيد. أوكي خلينا نقطف معنا لا تبولة. قطفت شوي زيادة مشان الشاي اليوم المساء. هلا عم افكر طلع كم عرق خس. فهيدول الخس تعرفوا هيدا كله، هيدا بقدونس، خس، شمندر، هيدول بذور زتيتها هيك وغطيتها بالرمل. ما شاء الله طلعوا، طولوا شوي بس بالاخير طلعوا. فانا رح اخذ بس كم عرق من الخسة. تعرفوا هيدي ما بعرف شو، ماني مذكرة. اوكي بعتقد بكفوا. هلا بدي اقطف من النعنع اللي زرعته جوا الجرين هاوس. هيدا هلا هيدول اللي قطفتهم نعنع مغربي، اللي جوا نعنع سنبلي. هيدول ثلاث انواع من النعنع، اذا حطيتهم مع بعض وشربتهم مش طبيعي، مش بس طعمه لذيذه بس كمان فائده رهيبه. اي حدا عنده مشاكل بالمعدة رح تنحل. انا بكبرهم وبعدين بقطفهم كلهم وبنشفهم مشان الشتاء. اوكي بعتقد اليوم لازم نسقي كل شيء ناشف حسسته. شوفوا هالفطر شكلهم شو حلو، انتبهت لهم من جوا لذيذين. اوكي وهلا بدنا نعنع فلفلي. خليني اقطف الكون وفرجيكم يا النعنع الفلفلي. هذا هو النعنع الفلفلي، هذا البيبرمنت، هذا نوع من الانواع. طبعا عندي كتير انواع بس هذا بدون اي طعمات. في عندي على طعمه الشوكولا، طعمه التفاح، كتير شغلات، بس هيدا بلا طعمه، بس بيبرمنت عادي. رح ياخد بس واحد. شوف الاعشاب اللي نشفتها، نشفت لافندر، هدول بدي اسوي فيهم شي بعدين، هدول شوي من البيبونج رح فوت الباقيين من برا. هيدا ورق تين، هذا ورق التين رهيب 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 للي عنده سكر وبده ينزل وزنه منه عارف كيف. مع بتحطوه مع قرفة بصير بجنن، بس بعتقد بعد بدهم وقت أطول برا. هيدول من هيديك السنة أنا مسويتهم. فكر في منهم هيدول كتير منيح، فحكسرهم وحطهم لأن ما بدنا ورقة كاملة. وهيدا نعنع، في شغلات ضبيتها كمان.